بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اليوم في قناة عائشة أم المؤمنين كنت راح نغسل البراس تاعي اللي راك تشوف فيها راح تعير، وقلت نشارك معاكم التدبيرة الحقيقية تاعي باش نخليها يلمع بلا جهد بلا حك بلا حتى حاجة. كما راك تلاحظي راك تشوفي البراس كي راها دايرة، كي راك تشوفي لابراس كراها تعيف. طبعا تعمدت نخليها هكا باش ندير معاك التدبيرة تاعي باش نغسلها. ما غادي نحكها لا بجافير لا بصابون طرف لا بحبيلة لا حتى حاجة. غادي نجيب لاكوكوت كما راكي تشوفي تلاحظي، ندير في هاد القطع تاع لابراس تاعي بهذا الطريقة هكا. ها هنا الاخر ونبين هاد نسيت الصفاي ما جبتهاش معايا، هاي هنا ثاني الصفاي تاعها. ها هوينا راني كلشي درتها في الماء كيما راكي تلاحظي، الماء ما راهش في نصف الكوبوط كيما راكي تلاحظي. واش غادي نزيد الان؟ نزيد المكون السحري تاعي واللي هو اريال، صابون اريال. اريال ها هوينا كيما راكي تشوفي اريال، غادي هذا هو اريال. اريال غادي انا ندير كميه منها، نقدر فنجال زي فنجال فنجال طبعا. ها هوينا واش ندير؟ نخلي هضر تطبخ، غادي تنظف وحدها من بعد ما عليا الا اني نستعمل الحبيله تاع الماعين فقط. طبعا انا هذه الطريقه نستعملها في كل الاواني، الاواني تاع الالومنيوم حتى البرد تاع الطاوله نديرها فيه. دونك نديرها فوق النار نخليها واحد ربع ساعه تطبخ حتى ينقص كاع الماء، ومن بعد نتلاقى بك. كما راكي تلاحظي اختي اللي تبعتني في هذا الفيديو، راني صايرها طبخت لابريس، طبخت على داك الماء اللي زدت فيه الاريال. كما راكي تلاحظي راك تشوفي الماء هاي من اللي عاد خرجتها، الماء راه يغلي يطبخ. بغيت نوريك لابلاص من داخل، خاصها بتيتا تاعها كان فقط. ها دوك راني مازال ما حكيتهاش كما راكي تلاحظي، راها تخاسك بقات تخاسك نقات. وشي اللي قلناه نقلعها فقط هكا كما راكي تلاحظي. ها هي وينو؟ ها هي دوك فقط نفوت عليها بحبيله، هذي بهاد الحبيله. ها هي وينو؟ ترسبت لي دوك غير ندير ليها كيما هكا صايي تنقى، ما قاديش تشد معايا كذلك. هذه الماء طبعا نتمنى راك تشوفي فيها. دوك هذا الماء كامل نفرغه هنا في هذا الباسينة، ونزيد لها حكا ولا هذه وتخرج تلمع. انا راح نواصل العملية على هذا الباسينة فقط، ما قاديش تستغرق وقت طويل، ما غاديش تستغرق نهائيا ساخنه ياسر. نفرغها بهذه الطريقه، ندير الصفاي. شوفي كي راح نبدا الماء، دوك فقط ندير لها الجوا. ها هو ثاني دوك فقط نمرر عليها تمريره خفيفه فقط فقط. تلاحظي لابريس خاسك نقات دوك تمريره فقط وتولي تلمع. نوصل انا عمليه نحكها بهذه ونرجع لك نوريك شكلها النهائي. كما راكي تلاحظي اختي المشاهده صايراني ها هي وانا شللتها كما راكي تشوفي، ها هي وانا راها تلمع. الاخرى ها المكان اللي كان ينوي وكان كاع ماهوش لا يصلح للاستعمال كذلك. هذه ها هي وين شوف كيراها صافية تلمع ثاني هي. ها هي وين الأخرى، ها هي جوانا ثاني. أنا هذه طريقتي طبعا اللي دايما نستعملها باش ننظف البلاص تاع القهوة، نستعمل دايما تلاحظي شوف اللمعان كيراه داير، راح تلمع هنا يشم، راح تلمع عن كرهتين، راح تلمع كل صدق راح تلمع. طبعا
برودوي اريال انا نخدم به نقي به ثاني المواعين بري ثلاث ساعات ثاني نقيت بهم وثاني في طريق كيف قلت على لابريكو ها اللي كان يطيبوا بها ها كما كي تلاحظي ها وين شوفي اللمعه هذا كله من اريال ما انا حكيت موار فوت عليها كي هي هذه لاكوكوت هي اللي طيبت فيها المواعين هذو وعلى طريقي فوت عليها في اخر الفيديو قناه عائشه ام المؤمنين اتمنى انك استفدتي من هذا الفيديو ونعتبرها صدقه جاريه عني كل شافته واستفدت منه وعلميها ثاني انتي ثاني انتي صوروا ما تشديهاش عندك ما تشديهاش اريا دي نظف المواعين وي اريا دي نظف المواعين ويخليهم يلمعوا وبدون حك حتى حاجه حتى الازار حتى كل شيء لمعه هما عندي تخافي منهم وتخافي من حكم ديرهم في اريا اللي يطبخوا وفوتي عليهم بحبيله وصابون وصافي. في اخر فيديو اتمنى انك دير لي لايك دعموني بالاشتراك ولي كومونتير والى اللقاء في فيديو اخر.